الفراق ما هوش سهل والولف صعيب. كاين اللي الانسان كيكون ناوي يتزوج مع شي واحد داروا ما شاء الله تخطبوا ما كتبش الله تفارقوا، اولا الناس اللي تزوجوا ما شاء الله ولدوا وربي ما كملش وطلقوا، وهذيك الساعات الفراق كيكون صعيب بزاف على الواحد. علاش؟ حيت واحد كيكون في علاقه كون قناطر ديال لي سوفونير اللي هما زوينين، هذه خريجه، هذه ماكله، هذا فرح، هذا مجمع، هذا كيفاك. منين الواحد كيتفارق كيبقى يدوز داك السنته ديال الفيلم ديال كاع الحوايج اللي عشناه جميع كندوزوهم للابد، وداك الشيء كيمرض كيبكي كيسخف كيطعن. ولكن الا انت كنت يا اما دازت عليك يا اما دابا نيت راك في واحد الحاله اللي هي كتعيش واحد الفراق اللي هو صعيب عليك، خليك معايا هذا الفيديو ليك وجدت لك الحوايج اللي غادي يعاونوك باش ان شاء الله تتجاوز هذه المرحله. اللي بغيتك تعرف الدماغ ديالك والاحاسيس ديالك هما احبابك ماشي الاعداء ديالك، ولكن في الغالب ديال الوقت ما كنعرفوش نصلحوهم. خليني نفسر لك شنو بغيت تقصد بحبابك ماشي الاعداء ديالك. لنفرض بعض المرات كتكون كدير سبور وجاك شي عطب تقني كما كنقولوا وحبستي السبور، حبستيه لمده شهر شهرين 3 شهور 6 شهور عام معليش، ولكن كنتي سبورتيف مزيان. في الاول ملي كتعاود ترجع للسبور اش كيوقع لك؟ كيولي عندك صعوبات في الاول، ولكن تري 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 فيت كترجع كلشي وكتبدا تقول ياه والله الا رجعت فريمون النيفو اللي كنت فيه فواغ احسن. علاش؟ حيت لو سيرفو عنده واحد لا ميموار اللي هي الذاكره، الذاكره دي فوا كتمشي بعيد كتمشي حتى في الخلايا والاحاسيس كيفاش عشتيهم. خليني نعطيك مثال واحد اخر. واش بعض المرات كتكون غادي هكا في الزنقه وشميتي ريحه الشفنج مثلا، وهذيك ريحه الشفنج بلافاني كتفكرك في جداتك الله يرحمها ملي كنتي كتدخل من المدرسه كانت كتوجدهم لك، وكنتي غادي خارجه من المدرسه ما بيك ما عليك، ولا خارجه من الخدمه ما بيك ما عليك، ناشطه ناشط ما خصك حتى شي خير، شميتي داك الريحه وتألمتي وتأزمتي. علاش؟ حيت تفكرتي المرحومه مسكينه وكيفاش كانت كتهلا فيك ايوا وما بقاتش معنا في هذه الدنيا. علاش؟ اونكور اون فوا لو سيرفو ديالك كيجبد لك الاحاسيس اللي هما مجوجين مع الذاكره ديالك ومجوجين مع لي سوفونير اللي بنيتي مع هذيك السيده ولا مع هذاك السيد. ويلا كنتو نتوما بحال هذوك الناس اللي كتعقلوا على الطوموبيله ديال لاكس ديالكم، بعض المرات كتكونوا مع الناس كتهضروا كتبان لكم الطوموبيله الوجه ديالكم كيتخطف، كتمشيو تقلبوا تشوفوا واش هذيك السيده في الطوموبيل ولا السيد اللي كنتو معاه في الطوموبيل ومعاه من هو. اونكور اون فوا لو سوفونير مهم، ولو سيرفو كيستوكيه بواحد القوة خيالية. ولكن عندي لك واحد الحل اللي هو مزيان وغادي يعجبك اللي غادي يعاونك باش هذه الفترة هذه اللي كتكون بعض المرات مؤلمة حزينة قاصحة دوز عليك بالتي هي احسن. لو سيرفو ديالنا كيموت على شي حاجه سميتها السعاده ولو بليزير اي لو بونور، كيكره شي حاجه سميتها التعاسه والبكاء والحزن. طوكو عندك هاد السينتا ديال لاكس ديالي كنخمم فيها ولا كنخمم فيه وكنبدا نجبد كاع داك لي سوفونير الزوينين بحال اللي كتبقى في هاد الدوامه ما كتخرجش، نو نعطيه دي سوفونير جداد. شنو معنيت نمشي جو في كونستروير دي سوفونير جداد مع من؟ مع اصدقاء، مع العائله، في السفرات، في الخروج، في الخدمه، في لي بروجي، باش كتولي كتبني اون بانك ديماج جديده. هاد لا بانك ديماج القديمه كيبدا يقول كاينه هاد لا بانك ديماج ولكن ثقيله وفيها بزاف د الحوايج ولكن بائسه وصعيبه وفيها البكاء، ولكن عندي دابا هاد لا بانك ديماج اللي هي جديده سي فغي ولكن فيها الاحساس زوين، عرفتي اش غندير؟ وغنبدا نلغي شويه بشويه هذه وغنبدا نعطي لا بريوريتي لهذه. بحال لورديناتور انا السيرفور تبلانطا وبركه عليا، هاد الحزن والبؤس غنلغيه وغنخلي لا بيرسون هاد الشيء اللي هو زوين. دوك كما كنقول لكم انا ما تثقوش ها بكليمه بهذا الشيء اللي كنخرف لكم وكنعاود لكم الحق طبقوه. اللي كيعيش اون سمومون شي فراق صعيب مع شي خطيب او لا خطيبه او لا كاع لا قدر الله بشي طلاق، سي تري سامبل. قولي باش نبقى نركز على الاحاسيس القدام، على لي سوفونير اللي بنيت مع ذاك الشخص ولا ذيك الشخصة قديم، نبدي شي حاجه اللي هي جديده مع ناس جداد اللي هما اصدقاء، العائله، السفر، لي ريستورون، لو سبور. وحاجه وحده بغيت نقول لكم، لا ناتور كتكره الفراغ، دونك الا درتي الميناج وخملتي وعزفتي ودرتي شويه ديال الخوان في حياتكم وفي دماغكم، ربي غيجيب لكم الجديد ومحسن ان شاء الله. كانت معكم ناهد رشاد، هذا هو
الله يحفظك.